سنواصل التصعيد، يهدد الحوثيون، سنستمر في الدفاع عن النفس، يؤكد الأمريكيون. بعد مضي أكثر من 3 أشهر ونصف على بدء الحملة العسكرية لحماية أمن البحر الأحمر، لا تزال التهديدات ضد الملاحة مستمرة، حيث توعد الحوثيون بما أسموها جولة تصعيد الرابعة ضد السفن بالبحر الأحمر، وفق زعيمهم عبد الملك الحوثي الذي أكد في كلمة له استهداف 107 سفن أمريكية وبريطانية منذ نوفمبر 2023، متهماً إياها بالارتباط بالكيان الصهيوني، مشيراً إلى تنفيذ 8 عمليات خلال الأسبوع الجاري. الحوثيون على لسان زعيمهم جددوا تأكيد مبرراتهم باستئناف التصعيد العسكري بحجة استمرار العدوان الصهيوني على غزة، وهي المبررات التي يشكك فيها خصومهم المحليون والدوليون. فواشنطن أعادت تكذيب السردية الحوثية حول الهجمات على السفن، حيث رجحت المخابرات الأمريكية بأن تهديد الملاحة بالبحر الأحمر سيستمر حتى في حال انتهاء القتال الدائر بغزة. الترجيح الأمريكي أتى خلال جلسة تقييم للتهديدات التي تواجه واشنطن، اعترفت فيها مديرة المخابرات الأمريكية لم تكن كافية لردعهم عن استهداف السفن، مؤكدة أن تأثير جهود تدمير بنيتهم العسكرية لا يزال محدوداً، حيث يواصلون إنتاج المسيرات بمساعدة الإيرانيين. الأهم في حديث المخابرات الأمريكية قولها إن تهديد الحوثيين سيظل نشطاً لبعض الوقت، دون الإشارة إلى الآليات القادمة لإزالته، وهو ما يعني أن سياسة واشنطن الراهنة في الاكتفاء بالتصدي لهجمات الحوثيين والردع الجزئي لأسلحتهم سيستمر لأمد غير معلوم، وهو ما يصب في صالح ميليشيا الحوثي بنظر خصومها المحليين الذين يرون أنه لطالما كسبت الوقت لتقوية سلطاتها ونيل المزيد من التنازلات والامتيازات.